صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 60 لسنة 2023 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد طارق أحمد النعيمي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون مجلس الوزراء ليكون مديرا لإدارة نظم المعلومات والوثائق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء. المادة الثانية: تعين السيدة فاطمة عبد العزيز الأحمد مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون مجلس الوزراء.